وقبل ما نبدا اولى فقراتنا خلونا نروح لزميلتنا ليندا عبد اللطيف ونعرف منها جوله سريعه في اخبار المرور والطقس والعملات واسعار الذهب كمان. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا منى. صباح الخير ليندا. الحقيقه يا احمد بالنسبه لحاله المرور ففي يعني كثافات متفاوته نتعرف عليها كمان شويه. بالنسبه لحاله الطقس زي ما انتم قلتوا النهارده بدايه فصل الصيف ولكن الجو افضل من امبارح، يعني امبارح القاهره سجلت 34 النهارده بتسجل 33. طب الحمد لله، كل سنه وانت طيبه يا ليندا. طيب. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل. هنبص على الخريطة اللي هتظهر دلوقتي، والنهاردة الحقيقة في كثافات مرورية ملحوظة على معظم المحاور في القاهرة والجيزة. وخلونا نبتدي جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر للمتجه لمنطقة الإسعاف ورمسيس، هنلاقي كثافات مرورية بسيطة متحركة. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر في برضو كثافات مرورية بسيطة زي ما حضراتكم شايفين. لو رحنا لطريق صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطة اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي إن الكثافات بتقل وبيبقى فيه سيولة مرورية ملحوظة بتوصل لحد نفق الطيران، وبعد ما نوصل للنفق هترجع مرة تانية الكثافات المرورية عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. أما مطلع المقطم المتجه ليه محور صلاح سالم مغلق لحد منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا. أما الطريق الدائري فهنلاقي فيه غلق جزئي بسبب أعمال توسعة الطريق للقادم من المرج تجاه السلام بالوصلة من منزل الطريق الدائري تجاه شارع السادات ولحد مطلع الطريق الدائري، وده لمدة أسبوعين كمان. أما طريق الكورنيش في بعض الكثافات المرورية عند المظلات وبيكون في سيولة مرورية بتقل بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير، واللي مكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وفي غلق كلي لطريق البراجيل أمام حركة المرور، وده لحد الانتهاء من أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد وتم إجراء التحويلات المرورية. وهنكمل دلوقتي جولتنا من محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر في كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري ولحد ميدان لبنان. أما المحور المتجه لأكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطة وناتجة عن أعمال التوسع اللي بتتم في المحور وكمان أعمال إنشاء القطار الكهربائي الخفيف، وفي كثافات مرورية على كوبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثافات متحركة، وبتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان لكنها متحركة، ونفس الأمر كمان بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وكمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة المتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. أما شارع الهرم فبيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومذكور والعريش والطلبية لإنشاء محطة مترو، وبتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات بسيطة من شارع العشرين لحد الطلبية وكثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق، وكمان بتظهر كثافات تانية بشارع السودان ولحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. هنروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة القليوبية القادم من السلام وموقف العاشر متجه لبنها بيفضل طريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرورية لحد تقاطعه مع الدائري الإقليمي. أما القادم من شبرا بنها متجه لمنطقة شرق القاهرة فيكمل أفضل في محور العصار ولحد منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مرورية قبل الطريق الدائري وبتزيد تحت الطريق الدائري لحد كوبري ألمة بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران للخلف، وفي كمان كثافات بسيطة قبل ميدان المؤسسة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة ونسبية
واصله لحد طريق الحريه، ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مروريه ثانيه واصله لحد محرم بيك والشارع عبد القادر الغرياني. اما طريق الكورنيش فيه كثافات مروريه متقطعه عند كوبري ستانلي ومنطقه ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعه في بعض الكثافات المروريه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.78، أما الشراء فسجل 18.71. اليورو البيع سجل 19.76، أما الشراء فسجل 19.67. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.04، أما الشراء فسجل 22.94. الفرنك السويسري البيع سجل 19.45، أما الشراء فسجل 19.37. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه، والشراء سجل 4.98. الدينار الكويتي البيع سجل 61.28، أما الشراء فسجل 60.87. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.11، والشراء سجل 5.09. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 863 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1006 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1149 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8046 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس في أول أيام الصيف. الجو النهاردة هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد، وفي نشاط رياح أحيانا بالليل على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية. كمان كان في شبورة مائية خفيفة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 26. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.